انا مباراة الاهلي ومازيمبي امبارح اللي اتلعبت امبارح انتهت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. ان شاء الله قبل ما اقول ان شاء الله، ومن فضل حضراتكم الواحد لما بيتكلم والله بيتكلم عن تجربة، وتجربة حصلت وكانت تجربة سيئة. لما يجي حد بيسألني يقول لي اسلام نتيجة تعادل 0-0 وده النادي الاهلي عمل نتيجة جيدة جدا، نتيجة معقولة ونقول عليها الحمد لله، دايما الحمد لله في السراء والضراء، ولكن انا اقصد اقول انه التعادل السلبي هي نتيجة خادعة ونتيجة من اصعب النتائج. هتقول لي يا عم اسلام قول الحمد لله، الحمد لله دايما، ولكن صدقوني يا جماعة مثل هذه المباريات لا تنتهي الا مع صفارة الحكم في المباراة الثانية. يعني ايه يا اسلام اللي انت بتقوله؟ يعني المباراة القادمة يوم الجمعة القادم هي مباراة من أصعب المباريات اللي بتتلعب أو اللي هيلعبها النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، لأن مثل هذه المباريات الصعبة الحقيقة برضو بتخلينا نعرف قيمة وجودة ومعدن لعيبة النادي الأهلي في المواجهات الصعبة اللي مثل هذه المواجهات، لأنه كل جماهير مصر والنادي الأهلي في العالم كله بتكون مترقبة لمثل هذه المباريات اللي من المفترض أن تظهر فيها شخصية النادي الأهلي. واللي النادي الأهلي اللي كان في كثير من وقت المباراة 90 دقيقة بتوع امبارح هو الأفضل والأفضل في كل شيء بالرغم من الظروف الصعبة اللي مر بيها أثناء المباراة، وده الكلام اللي كنت بقوله لحضراتكم قبل المباراة، وقلت كده إنه النادي الأهلي هيلعب ماتش حلو جدا جدا، لأن أنا متأكد من معدن هؤلاء اللاعبين اللي أمام حضراتكم، لاعبين أو هذا الجيل من اللاعبين يستحق دائما، ودائما أنا بدافع عنهم ودائما أنا بتكلم عنهم، مع أنهم ممكن الناس تقول لي أسلام أنت بتقعد تدافع عن الجيل ده على الرغم من الجيل ده ممكن يعدي الجيل بتاع كابتن أبو تريكة والكابتن بركات وبقية النجوم الكبيرة اللي موجودة في هذا الجيل. أقول لهم يا جماعة كلها أجيال بتكمل بعض، ما عندناش مشكلة إطلاقا أن هذا الجيل من اللاعبين يعدي، يا رب يكسب، المهم اسم النادي الأهلي دائما يظل في العالي. اللعيبة راجعة من السفر بتفكر في يوم الجمعة القادم. اللعيبة هي وصلت زي ما حضراتكم طبعا وصلوا النهاردة أو امبارح النهاردة الفجر، يعني زي ما حضراتكم شايفين اللي متعور واللي مش قادر يمشي واللي تعبان واللي بيتحرك ازاي، وكل الناس اللي موجودة عاملة شغل رائع جدا جدا جدا، على الرغم من هناك غيابات كثيرة لعناصر أساسية ومهمة. أرضية ملعب زي ما حضراتكم شفتوا كده مش متعودين، مش هقول سيئة ولكن هي سيئة جدا طبعا، لكن مش هقول إن هي سيئة جدا عشان ما أقولكش ده مبررات ومش عارف إيه والكلام اللي بيقعد يتقال ده، ولكن هي واحدة من المباريات الصعبة على النجيلة الصعبة، درجات حرارة عالية، رطوبة عالية، والرطوبة دي تحديدا احنا مش متعودين عليها يعني. ورغم كل هذه الأمور الأهلي أهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز في الكونغو. أقدر أقول لحضراتكم أن نتيجة التعادل السلبي جيدة ولكنها نتيجة خادعة، نتيجة ليست بالسهل. كولر أدار هذه المباراة باقتدار زي ما قلت لحضراتكم من يومها أو من بعد مباراة الزمالك، أنا كنت بأراهن على هذه المباراة لأني أثق في هؤلاء اللاعبين، أثق في مجموعة اللاعبين اللي موجودين دول، ومتأكد وعارف إن هم يقدروا يعملوا يعدوا كل الأجيال السابقة ويسلموا الراية اللي فيهم، هيسلم راية يسلم الراية للجيل اللي بعد كده كمان. كولر في هذه المباراة أدار أو وضع التشكيل وطريقة اللعب المناسبة، ولولا غياب التوفيق الحقيقة في هذه المباراة لخرج النادي الأهلي فائزا. وخليني أذهب مع حضراتكم للنقطة اللي أنتوا عايزين نتكلم فيها، وهي إحنا هنفضل نهدر فرص لغاية إمتى؟ هقول لك تقدر تهدر فرص لغاية إمتى؟ هنفضل نهدر فرص لغاية لما الجيل ده يبطل والجيل اللي بعديه يجي. هذه هي كرة القدم، تعمل كل حاجة وتروح للجون 100 مرة
وتهدر 100 مرة. طيب كيفية العلاج؟ كيفية علاج إهدار الفرص؟ الموضوع ما فيهوش كلام يا جماعة، يعني مثل هذه الأمور واضحة ومعروفة وأنا بشوفها بعناية بتتعمل في التمرين. التدريبات المتخصصة، التدريب المتخصص لكل خط ولكل لاعب، هجومي يبقى هجومي بيعمل ايه؟ بيروح يقف لوحده كده من غير ما حد يضايقه، يروح يحط الكرة على شمال اوف، على يمين اوف، على شمال مصطفى مخلوف، على يمين، ده التدريب التخصصي. كرة تتعمل له بالعرض يطلع يحط بدماغه يمين او يحط بدماغه شمال، ده اللي احنا نعرفه، دي اللي مش اللي انا اعرفه، ده اللي العالم كله بيعمله. لما يبقى عندي مشكله في اسلام ان هو بيروح للجون كتير، دي مش مشكله، المشكله ان هو ما بيروح الجون كتير ولكن ما بيجيبش جوان، هيجيب. الموضوع بسيط، الموضوع لا يحتاج لكل هذه الامور اللي ناس كتيره بتحاول ان هي تزق فيها، وهم مش جمهور الاهلي بالمناسبه. انا هنا ما بتكلمش على جمهور الاهلي، انا بتكلم دايما عن بعض من لا يشجع النادي الاهلي، لانه بجد فجأة تصريحاتي بيتم تحريفها وبيتقال كلام أنا الحقيقة ما تصورش إن أنا أقوله على جمهور النادي الأهلي الحقيقة، ولكن تمام. التدريبات التخصصية هي السبيل الوحيد لإعادة، يعني عندك باك مش عارف يقف، تعمل إيه؟ هتجيبه وتعمل معاه تدريبات متخصصة للوقفة. هتقف إزاي؟ الكرة وهي جاية لك، لو أنا بلعب باك رايت الخط بيلعب معايا، خط التماس اللي على يميني بيلعب معايا لو انا بلعب باك يمين، فدايما ببقى واخد اللعيب اللي جاي المنافس اللي جاي وطالع بيه على ناحيه الخط ابعده. دي اسمها تدريبات، الواحد عرفها ازاي الحاجات دي؟ تدريبات تخصصيه، المدرب بيجي يقول لك يا اسلام انت الباك رايت هيتتحرك لجوه، والمنافس اللي هيجي لك هتحاول تاخده لبره دايما عشان يبقى الخط معاك بيلعب لعيب تاني معاك. فالحاجات دي بنشوفها كتير، هي دي اسمها التدريبات التخصصيه. ده بالنسبه للباك، الباك وتروح تقول له ايه الكره وهو بتجري كده يعمل اوفر، الكره وهي جايه من الناحيه الثانيه انزل اغطي ازاي الكره، دي حاجه اسمها تدريبات تخصصيه. وسط الملعب تدريبات تخصصيه بتاعته، كيفيه الحركه، كيفيه الباس، كيفيه تعمل الثرو باس. طيب المهاجم، ها مظبوط، كرة تتلعب بالعرض يحط يلعب بدماغه، يروح بالكرة انفراد ويحطها، يقف وقدامه ما بيبقاش قدامه لعيب في الأول، يعني بيبقى الأقرب إن أنت توقف قدامه زي حاجة كده محطوطة قدامه وهو يعدي منها ويشوط. هي دي اسمها تدريبات تخصصية. أنا آسف إن أنا بشرح، ولكن صدقوني مثل هذه التدريبات بتخليك متعود، اول لما يجي اللعيب عليك تعمل الكره تبعد الكره بعيد عنه وتشوت طول ما انت قريب من الجون، او تركن الكره على شمال الجون او على يمين الجون. ليه دايما الناس دلوقتي بتحاول ان هي تمسك في الامور السلبيه؟ هل ده معناه ما حدش يقدر يقول، ولكن